البطيخ الأسود الياباني المعروف أيضا باسم كوارما وهو نوع من البطيخ يتم زراعته في اليابان. يمكنكم أن تتابعوا العناية التي تحظى بها هذه البطيخة إذ يتم تنظيفها وتلميعها جيدا. يتميز هذا البطيخ بقشرته الخضراء الداكنة مع خطوط سوداء وهي حمراء جدا من الداخل وطعمها حلو للغاية. الفاكهة الأصغر والأكبر يتم تنقيتها وأيضا يتم وضع علامة على وزنها إذ أن هذه البطيخة تعتبر من الكماليات وهي عنصر مميز في اليابان نظرا لنكهتها الفريدة وسعرها المرتفع. يمكنكم أن تشاهدوا شكلها المميز وكيف يتم العناية بكل حبة على حدة، كما يتم صقلها بشكل مثالي ورائع أيضا. يتم حصاد البطيخ الأسود الياباني في شهر أغسطس وسبتمبر ويتم تصعيره بسبب نكهته الفريدة ومحتواه العالي من السكر. لنتابع معا طريقة العناية بهذا البطيخ كيف تتم في هذه المزارع. هذا اليقطين والذي يتم زراعته في هذه المناطق يمكنكم أن تتابعوا كيف تتم عملية حصاده، وذلك عندما تكون هذه الثمار ناضجة تماما إذ يتم زرع هذا اليقطين بتقنيات متقدمة تماما وذلك للحصول على محاصيل ذات جودة عالية. لنتابع كيف يتم العمل باستخدام هذه الجرارات المثالية، وبعد ذلك يتم الحصاد يدويا باستخدام العمال حيث أن هذه الثمار لا يمكن حصادها إلا بهذه الطريقة، وهناك أنواع أخرى لكن صغيرة يتم أخذها فقط لأجل البذور. لنشاهد معا كيف يتم العمل. هذا النوع من اليقطين الذي يتم حصاده بهذه الآلات وذلك لاستخراج البذور فقط. فلنتابع معا كيف يتم باستخدام هذه الأشواك بعد أن يتم صف هذه الحبات على الأرض، كيف يتم تجميعها وحصادها بهذا الشكل. يبدو الأمر رائعا وسهلا للغاية على آلة كهذه. البطيخ الأصفر وهو أحد أنواع البطيخ، ويحتاج هذا النوع من البطيخ إلى عمليات مكافحة عالية للآفات والأمراض وحصاد الثمار عند نضجها تماما. يمكنكم أن تتابعوا هذه المزروعات التي تتضمن هذا البطيخ في اليابان، فتستخدم مزارع بطيخ حديثة ومميزة لزراعة هذا النوع من البطيخ والذي يسمى في بعض البلدان بالشمام. وعادة ما يزرع هذا النوع في الصوبات الزراعية ويتعتمد على الري بالتنقيط للمحاصيل المعدلة وراثيا لتحسين إنتاجها وزيادة الغلة في المناطق ذات المناخ الدافئ ومصادر المياه الوفيرة، وهي مصدر شائع للفاكهة الطازجة للأسواق المحلية وكذلك للاستيراد العالمي. لنتابع عملية حصاد فاكهة البطيخ كيف تتم.
لنتابع كيف يتم هنا تنظيف هذا البطيخ من قبل العاملين حتى يتم تعبئته بصناديق خاصة ويصبح منتجا تجاري. تعتبر المانجا أحد الفواكه اللذيذة والمميزة وعليها طلب عالمي، ولنشاهد كيف يتم زراعتها. فبعد أن يتم وضع هذه البذور في أكياس خاصة من التربة يتم وضعها حتى تنمو، وبعد ذلك تتحول إلى شجرة، ويتم غرس هذه الشجيرات داخل الأراضي لتكوين محاصيل كبيرة يتم من خلالها استخراج حبات المانجو. لنتابع كيف تتم زراعتها باستخدام آلات مخصصة. تعتبر زراعة المانجو مصدرا مهما للدخل والتوظيف في العديد من البلدان الأسيوية، وتساهم في الاقتصاد المحلي وإمدادات الناتج المحلي أيضا. يمكنكم أن تتابعوا هنا كيف تتم عمليات الزراعة حتى يتم الحصول على فاكهة مميزة وليتم حصادها فيما بعد. لنشاهد. يدويا يتم حصاد المانجا بهذا الشكل بواسطة العمالة البشرية وإعطائها في صناديق لتصبح منتجا تجاريا فيما بعد. أعزائي متابعي قناة هل تعلم، إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس.